خلينا نروح لزميلتنا ايضا من نفس القاعه فكري اباظه، ومع لقاء مع الكابتن الكبير كابتن خالد العوضي. سالة حامد اتفضلي يا سالة. من جديد برحب بك يا كابتن هيثم، واكيد بضيفك الكابتن ياسر صلاح النجم النادي الاهلي السابق لكره اليد، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، يعني حاليا انا معايا النجم الكبير الكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي. كابتن خالد طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، واكيد النهارده عايز اتكلم مع حضرتك عن القرعه النهارده لبطوله كاس الكؤوس الافريقيه، سواء لفريق فرق السيدات او الرجال طبعا في البطوله. وطبعا شفنا حضور يعني العديد من الـ من الـ من الـ يعني المنظمين والعديد من الصحفيين، وايضا يعني من الاتحاد الافريقي لكره اليد طبعا. وشفنا اكيد يعني ايضا الكابتن محمد الغزاوي وحضرتك والعديد من اعضاء مجلس الاداره. الحمد لله طبعا طبعا، يعني مش هرحب بيكم انتوا في النادي الاهلي، واكيد دي حاجه كويسه النهارده القرعه، وبدايه موفقه. قبل كده حفل توقيع على العقد اللي حضره كابتن محمود الخطيب مع الدكتور منصور اريمو، والنهارده بنستكمل الاجراءات وبنبدا في القرعه النهارده. الحمد لله اعتقد القرعه شكلها كويس. اعتقد ان اللجنه المنظمه ادت دورها النهارده بشكل كويس، كل اللجان اللجنه المنظمه، ده عاده النادي الاهلي. حتى كابتن مدحت البلتاجي النائب الاول رئيس الاتحاد الافريقي قال دي عاده النادي الاهلي، تنظيم البطولات وتنظيم البطولات بالنسبه للنادي الاهلي حدث مهم جدا. والحمد لله اعتقد ان عندنا خبرات كويسه قوي في التنظيم، وما شاء الله النهارده التوقيع العقد كان كويس جدا، سوري اسمها حفل القرعه كان كويس قوي، وهنستكمل امورنا. اهم حاجه في الموضوع اللي كلنا بنتمناه كاهلاويه وجمهور وكل نادي، المكسب بطولات، وده اهم حاجه عندنا. يا رب يوفق اولادنا وبناتنا باذن الله في البطولات اللي جايه، وان شاء الله كل الدعم ليهم في كل الاتجاهات عشان نقدر نكسب كافه البطولات الموسم باذن الله. طبعا شفنا العديد من الحضور كان متفائل كمان النهارده القرعه بتتم داخل قاعه فكري اباظه، ونفس القرعه دي تمت من 5 سنين في نفس المكان للبطوله طبعا نظمها النادي الاهلي في 2018. بصي اكيد اكيد قاعه فكري اباظه قاعه تاريخيه بالنسبه لنا، وقاعه مهمه جدا بنعمل فيها كل حاجتنا، بنتفائل بيها جدا، نتمنى ان هي تكون فيها الخير باذن الله علينا. واعتقد ان احنا البطوله اللي فاتت كانت في 2018 كسبناها، كانت في ارضنا، لكن ان شاء الله باذن الله يكون سوبر ومكسب البطوله باذن الله موجودين. بنتمنى ان فرق البنات تشد حيلها جدا، اعتقد ان هم النهارده متفائلين، اول مره يتحطوا في الحدث ده، لسه بنات صغيره عندنا، عايزين يعني ياخدوا الحدث باذن الله ويطلعوا بيه. فرق الرجال عندنا ان شاء الله بنحاول ندعمها على قدر المستطاع، وباذن الله برضه يكونوا متوقعين عند الحدث، باذن الله يكونوا متواجدين في الميعاد والمكان، لان البطوله دي بطوله مهمه جدا، بطوله ان شاء الله يكون فيها حضور جماهيري يتناسب مع حجم الحدث، ودي شيء مهم جدا ان جماهيرنا بنلعب في وسط ارضنا وجمهور بيلعب معانا، وان شاء الله باذن الله يكون يكلل المكاسب باذن الله. كابتن طبعا، ويمكن زي ما حضرتك قلت ان شاء الله يعني طبعا قاعه فكري اباظه قاعه كبيره وتم فيها اكيد القرعه لبطوله كاس الكؤوس الافريقيه. يمكن النهارده كمان يعني ان شاء الله الاتحاد الافريقي بيحتفل بمرور 50 سنه على الاتحاد، وشفنا ده كان بيحتفلوا النهارده في نفس اليوم اللي بيتم فيه القرعه. بصي اهميه الحدث بالنسبه للنادي الاهلي ان هي 50 سنه، يعني دي كانت حاجه مهمه جدا لما كابتن محمود اتعرض عليه الموضوع بصراحه، هو مجلس ادارته مجلس اداره النادي الاهلي اتعرض عليه ان هو في 50 سنه مرت على الاتحاد الافريقي، اهتم جدا جدا جدا. النادي الاهلي متواجد دايما في المحافل الافريقيه مع كل الاتحادات الافريقيه، اعتقد جانب مساند قوي جدا ليهم ودعم قوي جدا ليهم، وان البطوله دي بطوله تاريخيه بالنسبه لهم، ان 50 سنه يوبيل ذهبي بالنسبه للاتحاد الافريقي كان بطوله مهمه جدا. فاحنا الحمد لله قدرنا نتواصل معاهم، وقدرنا عن طريق الاتحاد المصري اللي هو ساعدنا كتير برضه في ان احنا ناخد البطوله، ان احنا ناخد البطوله دي كانت حاجه مهمه جدا جدا، حدث مهم للبلد. اعتقد بلدنا ما بتتاثرش في كل الاحداث دي الافريقيه والعالميه والعربيه، مصر النهارده بقت هي الاتجاه القبله لكل البطولات تقريبا الافريقيه والعربيه والعالميه. فالحمد لله النادي دايما بيكمل البطولات دي، وان شاء الله باذن الله حاجه كويسه للنادي الاهلي ومنتصر باذن الله. يا كابتن خالد، وبتمنى لك التوفيق طبعا، وللجنه المنظمه للبطوله، ولكل لعيبه النادي الاهلي، وايضا لعيبه النادي الاهلي باذن الله. باذن الله اتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله باذن الله تطلع بطوله لتهديك باسم النادي الاهلي باذن الله. شكرا يا سالة جدا. ميرسي يا كابتن. شكرا، ميرسي. طبعا يا كابتن هيثم، كان لقائنا مع الكابتن الكبير كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، والحديث طبعا عن القرعه النهارده، واكيد بطولتي كاس الكؤوس الافريقيه سواء الرجال او السيدات. والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا، الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سالة حامد بشكرك شكرا جزيلا.